اسمه محمد السيد عبد الله محمد، 51 سنه. هو الوان هو ده بقى جامعه القاهره، جامعه القاهره ده الالوان اللي انا قاعد فيه، متجوز ومعايا عيال وسطرتهم وطلقت وكده، ومفيش نصيبي كده بقى يا ابله، نصيبي يعني نصيب قله الفلوس معايا اللي خلتني عملت كده. انا كنت قاعد في عادي جديد، عادي جديد بعد ما طلقت رحت مرجع الشقه لاصحابها، مش عايز فلوس ومش عايز اي حاجه، وسيبوني اعيش مع نفسي وقعدت في الشارع، وعيالي جوزتهم وقاعدين في بيوتهم وتمام، مفيش الا عيالي بس هو اللي معايا. شغلانتي كتب، شغلانتي كتب، واجي اخر النهار الساعه كام، 5 كده 6، باخد عده الشاي دي وعند باب الجامع الرئيسي بقعد استرزق. ربنا كرمني خير وبركه، ما كرمنيش برضه خير وبركه، بروح لامي بالحياه واروح جاي فلاش انا وابني واروح نايمين. سنه دي تاني سنه ليه؟ مفيش الا شغلي اللي بيساعدني وشويه الشوم اللي بيساعدوني، باكل وبشرب وتمام انا وابني وبقول الحمد لله. بطلب من الدوله اللي هي تشوف لي سكن انا وابني، مش عايز حاجه تاني، اي حاجه مش عايزها، ولا عايز فلوس ولا عايز مصلحه ولا عايز كشك ولا عايز اي حاجه، شوف لي حته سكن انا وابني عايش فيه بس، ده اللي انا عايزه. عشان الشتاء داخل علينا والنطره، مش مولا نقعد في النطره هنا، ولازم اي جوع يجرني انا وابني، مش عايز حاجه تاني.